ازاي هيستفيد صغار المربين من مشروع احياء البتلو؟ طبعا احياء البتلو حصل له شكل يعني يؤثر في عملية الانتاج وحاجة نعم. تساعد المزارع، لان المربي كان هو بيبيع رؤوس البتلو او العجول البتلو فكان بيبيعها على اوزان بتتراوح ما بين 80 الى 100 كيلو، كانت اوزان بتبقى قليلة نسبيا. نعم. كانت ساعات بيتم ذبحها، فكان دي بتأثر على حجم الانتاج الكلي اللي بيطلع في مجال اللحوم. دلوقتي اللي حصل ان في قرار وزاري طلع بمنع ذبح البتلو قبل وزن 400 كيلو او ذبح العجول قبل وزن 400 كيلو، فبالتالي اصبح في الزام على المربين ان هم يربوا هذه العجول. نعم. علشان ندي لهم بقى التمويل اللازم علشان يربوا، فتم عمل مع البنك الزراعي ومع وزارة الزراعة ومع الشركاء كلهم، ان بدأنا نمول المزارع ياخد فلوس عشان الإقراض عشان يشتري رأس البتلو وفلوس علشان يغذيها. نعم. فده كان الشق الثاني. الشق الثالث بقى ان احنا دلوقتي بدأنا نتكلم ان احنا عايزين نحسن من الانتاجية، لان الرأس البتلو او الرأس اللي موجودة لو هي سلالة ضعيفة في الانتاج هتاخد نفس المعاملات اللي هتاخدها السلالة عالية الانتاج، بس في نفس الوقت مش هتدي الانتاج اللي بيتكافئ مع حجم المجهود المبذول. نعم. فعلشان كده بدأ يحصل بروتوكول، وبدأ تفعيل بروتوكول كان موقع ما بين وزارة الزراعة ووزارة التموين والشركة الوطنية للانتاج الحيواني علشان يتوفر رؤوس للمزارعين دول، وطبعا البنك الزراعي معاهم، يوفر رؤوس للمزارعين دول بتكون عالية الانتاج، تكون قادرة على معامل تحويل أعلى وتدي انتاجية أعلى بنفس معاملات اللي بيمارسها الفلاح، فبالتالي دي تعظم ربحيته وساهم في زيادة انتاجه. طبعا ده تم تفعيل هذا البروتوكول، وبناء عليها يتم توزيع هذه الرؤوس المستوردة أو رؤوس عالية الانتاج نعم. مع التغذية بتاعتها من خلال شق الإقراض، وده إن شاء الله هيحقق طفرة كبيرة برضو خلال الأيام القادمة. نسبة الفلاح، أخبار كارت الفلاح إيه؟ بمناسبة كارت الفلاح الحمد لله احنا طبقنا فعلا في بورسعيد وطبقنا في الغربية، طبعا في اجتماعات متتالية علشان يتم تعميم المنظومة. طبعا هيبقى في محافظتين هيتم اطلاقهم قريبا جدا، يعني ممكن خلال اسبوع او اسبوعين، وبعدها يبقى في محافظتين تانيين يتم الاطلاق. محافظتين اطلاقهم بخصوص ايه؟ تطبيق كارت الفلاح فيهم واطلاق توزيع الكروت في هذه المحافظات. ايوه. وبعدها هيبقى في محافظتين تانيين يتم الاطلاق فيهم برضو. احنا تقريبا نسبه الاكتمال عندنا في هذا المشروع وصلت يعني تعدت 95%. احنا الباقي بس عمليه المراجعه والتدقيق والتاكد من الحيازات ومطابقتها مع المخططات المساحيه اللي بتيجي من هيئه المساحه. في اجتماعات متتاليه علشان سرعه التنفيذ وسرعه الاداء، والحقيقه معالي الوزير كان حريص بشكل كبير ان يحصل جدوله زمنيه لكل نشاط. كان ملفه واهتمامه من قبل ما يبقى وزير زراعة. طبعا. نعم. طبعا. فالإجراءات بتمشي بخطوات متسارعة. كل العقبات أو كل المعوقات اللي ممكن تؤثر على سلامة المنظومة أو سير المنظومة بيتم إزالتها بشكل فوري. طبعا خلينا نقول كمان إن إحنا لما وزعنا في بورسعيد والغربية بيتم مراجعة الأداء، وفي تكلفات لمعالي الوزير للمدير المديريات إن يجوا الجمعيات ويقعدوا ويتناقشوا ولو في أي ملاحظات علشان نتلافاها في المستقبل ونحلها طبعا. ملاحظات كمثلا يبقى في مشاكل من يعني بالنسبه للمزارع او شكاوى، بلاش مشاكل، شكاوى من الفلاحين، لو مزارع شايف ان في وجهه نظر ممكن تكون افضل، او جمعيه شايفه ان في طريقه مناسبه او تكون انسب تحقق يعني مزيد من التقدم في عمليه توزيع الكروت وعمليه تطبيق المنظومه.